لماذا كمثقفين عندما نختلف بيننا وبين بعضنا البعض تنتج بعض التصرفات يعني ليست لا 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 الندية لا تخلق التضررية، نضر بعضنا البعض، نحن مثقفين، لماذا أصلا اخترنا هذا الطريق؟ طريق الثقافة والرقي والعلو والسمو، ليه؟ عملنا ده ليه؟ حتى نسمو ونرقو عن الرعاع كي نخدم العامة والرعاع والسقية والدهماء، نتصرف مثلهم، أين أفضلياتنا؟ وأين تفوقنا الفكري والعقلي ها؟ أين؟ نحن نتعامل من العقل للعقل، من الفكر للفكر، أما الرعاة يتعاملون من الكف للبوكس على طول، نتصرف مثلهم عندما نوضع في أتون التجربة، لا 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 لسنا هؤلاء، نكون أكثر رقيا، نقدم منتج فكري ومعرفي يخدم الرعاع دول، ونحافظ على أفضلياتنا ونتواشج كبناء سيسيولوجيا له طابع خاص كمجتمع داخل المجتمع، ها؟ لا 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 نصبح رعاع. لا نصبح رعاع. تمام، حبوا بعض، هم مثقفين، حبوا بعض.